جزاك الله خير فضيلة الشيخ. بخصوص الموضوع هذا الشيخ، الجلوس مع أهل الزوج من الرجال، إخوان الزوج، سواء على وجبات الطعام أو غير ذلك، الحكم الشرعي؟ والناس في هذا حقيقة طرفي نقيض والوسط قليل. يعني بعض الناس تجده في هذا الأمر متشدد جدا، لدرجة أن المرأة ما يمكن أبدا أن تظهر ولا أن تخرج وتقفل على نفسها باب غرفتها ولا تشارك في شيء من هذا القبيل، وهذا لا شك بأنه يعني فيه نوع من التشدد المنقوض. في المقابل في إغراق في هذه المسألة وجلوس مع إخوان الزوج، وقد يصل إلى الخلوة والجلوس على مائدة واحدة وتسمع القهقهة والضحك والنكت من هنا ومن هنا، لا شك بأن هذا محرم. الوسط اللي يفتقد كثير من الناس هو أن المرأة ما دام أنها عايشة في بيت في إخوان زوجها، ما يمنع أنها تجلس الجلسة العادية بحجابها بحشمتها مع زوجها ولا أحد يخلو بها، وإذا كان زوجها غير موجود ممكن مع والد زوجها اللي يمثل محرم في مقام الوالد وبحجابها وبصيانتها، ما يمنع على أن لا يكون عادة، لكن تحسسهم على أنها تعيش في هذا البيت وعلى أنها جزء من هذا البيت وعلى أنها يعني ليست عضو منفصل أو جزء طارئ على البيت بحيث أنها منعزلة في غرفة مستقلة. وهذا ما يفتي به مشايخنا في قضية أنه لا بأس، لكن على أن لا يكون شيء يمثل عادة بحيث يومية، أو مثلا تخرج من دون حشمة ومن دون حجاب. فلذلك للأسف الناس طرفين، بعض النساء تقول والله أنا قدري أني أكون أعيش في هذا البيت. طيب كيف أتعامل؟ تعامل بشكل طبيعي مع زوجك، وجودك إذا جلس زوجك مع، طبعا أنا أتكلم مع الأحماء اللي هم إخوان الزوج، أما مع والد الزوج ومثلا أبناء الزوج إذا كان عنده أولاد، هؤلاء هذه مسألة يعني هذا من محارمها، لكن أخوان الزوج تجلس بشكل طبيعي بحشمتها وكذا وتمارس حياتها بشكل عادي.